الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا إلهنا، قد عظم الكرب واشتد الخطب، وتفاقم الأمر على بعض إخواننا المسلمين. اللهم فاحقن دماءهم، اللهم فاحقن دماءهم، اللهم فاحقن دماءهم. اللهم عليك بالظلمة الطغاة الذين سفكوا الدماء، الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء، ولم يرحم الأطفال والشيوخ والنساء. اللهم كف شرهم وظلمهم عن المسلمين يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم
أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وأدم إيمانهم وأمنهم واستقرارهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اجزه خير الجزاء وأوفره على موقفه في خدمة المسلمين وحقن دمائهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واسلك بهم سبيل الرشاد والصلاح والإصلاح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام